النقابات المصرية الحقيقة وكما جرت العادة الحقيقة يعني دايما على قد الحدث. انتفاض لعدد من النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ضد العدوان الصهيوني الغاشم اللي بيستهدف قطاع غزة في فلسطين. نقابة المهن التمثيلية عملت وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان. نقابة الصحفيين طبعا وكما جرت العادة يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني البطل اللي بيدافع عن أرضه المحتلة ووطنه المسلوب. نقابة المحامين هي كمان نظمت وقفتها وأيضا برضو كما جرت العادة على سلالم نقابة المحامين تضامنا مع الشعب الفلسطيني التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي. طيب خليني أخذ معايا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين. أهلا بك يا خالد. يا أهلا بك يا يوسف، أهلا بكل المشاهدين. وكمان احنا الحياة لابد أن نبدأ بعزاء لكل أهلنا الفلسطين وعزاء لكل الشعوب العربية وعزاء لأنفسنا، وأيضا لابد أن نبدأ بوقفة إجلال للمقاومة الفلسطينية ولكل الشعب الفلسطيني البطل اللي هو يزال يناضل من أجل حريته. معاك قلبا وروحا الحقيقة. معاك الحقيقة احنا أمام يعني مشهد مش يدمي القلوب، هي مشهد يعجب الكلمات على التعبير عنه، أمام وجع يعني الكلمات تتضاءل أمام أن تعبر عنه. احنا أمام الحقيقة كنا في اجتماع في مجلس النقابة، قطعنا الاجتماع لمتابعة ما يجري وفي محاولة للإعلان عن موقفنا من هذه الجريمة المروعة التي نرى أن الجميع شركاء فيها، كل من برر ما جرى على الأرض، كل من برر بالنشر، كل هؤلاء هم جزء من هذه الجريمة، هم مسؤولون عن سقوط مدنيين، هم مسؤولون عن استهداف ضحايا أبرياء وجرحى أبرياء داخل المستشفى. احنا أمام جريمة هي تعبير عن المشهد في هذا العالم. احنا يعني الحقيقة لم نجد كلمات للتعبير عن حجم العار اللي بيلاحق الإنسانية الآن وعن حجم الوجع والألم الذي يلاحقنا جميعا. احنا دعينا بكرة لوقفة أمام نقابة الصحفيين فورا للرد على هذا المشهد، على هذه الجريمة المروعة. ده جزء من إجراءات. احنا دعينا أيضا كل النقابات المهنية لاجتماع بمقر النقابة مطلع الأسبوع المقبل، كل مجالس النقابات والنقباء في النقابات المهنية عشان نشوف سبل التضامن مع الشعب الفلسطيني. احنا الحقيقة مهما كانت التحركات هي ضئيلة وتظهر أمام حجم البطولة اللي بتجسد الآن في غزة وحمامة أمام يعني فداحة والجريمة وفداحة هذا الجرم اللي بيلاحق الجميع، اللي هي فداحة كل هذه الدماء اللي تسيل الآن على الأرض الفلسطينية، كل هذه البشاعة اللي هي كاشفة عن حجم عن يعني ودالة عن طبيعة هذا المحتل وطبيعة الدولة الصهيونية التي يعني الآن يدفع الفلسطينيون ثمن حريتهم. وأعتقد أنهم يعني هذه رسالة لكل من برر، رسالة لكل من تواطأ، رسالة لكل الصحافة المجرمة اللي هي يعني بررت وروجت أكاذيب فصارت شريكة فيما يجري الآن. كلهم مسؤولون وكلهم يجب أن يدفعوا الثمن، وكل من ارتكب هذا الجرم يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية وبتهمة دي جريمة حرب حقيقية على يعني إذا صمتنا عليها الحقيقة فكلنا متوافقون. ما أعتقدش إن الرد الفعل الطبيعي يعني هي مجرد رسالة محدودة منا جميعا، هي رسالة فقط تقول قلوبنا معكم. أنا أظن أن الموضوع يعني كل يعني أنا لا أجد كلمات للتعبير عن حجم يعني الوجع ولا أجد كلمات إلا للإحساس بالعار الذي يلاحق الإنسانية بشكل عام. هذا عار في جبين الإنسانية جميعا، عار يلاحق كل من برر وكل من صمت وكل من يعني كذب واختلق أكاذيب من أجل استهداف المدنيين ومن أجل القضاء على رد الفعل على ضربة أصابت كيان محتل حقيقي ويمارس جرائمه لفترة طويلة. لدينا الآن يعني شباب جدد ولدينا مواطنين يعني تجسد أمامهم جرائم سمعوا عنها
ولكن مشهد الدماء الآن هو السيد، هو الذي يغطي، هو الكاشف، وهو العنوان الرئيسي لما يجري الآن على الأرض. موقفك يا خالد كنقيب وموقفك ككاتب الحقيقة خير معبر عن اللي انت بتتكلم عليه، ويعبر حتى بشكل أكثر بلاغة كمان من كلماتك الرائعة. طب أنا هفكر معاك بصوت عالي، وأنا أعلم جيدا موقف المجلس أيضا الداعم لنفس ذات القضية، أنه أما آن الأوان، أو هل من الممكن أنه النقابة رسميا تبعت للاتحادات الصحفية اللي موجودة في أوروبا؟ جزء من قراراتنا النهاردة أن احنا نخاطب، احنا بدأنا في إعداد المخاطبات فعلا كل الأطراف المعنية بالصحافة والصحفيين، كل الأطراف الدولية التي اتحادات الصحفيين أولا للمطالبة بالتحقيق فيما يجري باعتباره جريمة حرب، سواء بحق أهلنا في فلسطين أو بحق الصحفيين. أنا بدأنا نعد للمخاطبات للمؤسسات المعنية بحرية الصحافة، أيضا للاتحاد الدولي للصحفيين، للاتحاد الصحفيين العرب، لكل المؤسسات التي المفترض أن تتحرك أمام هذه الجريمة. ده جزء من القرارات. ده كمان قررنا يعني فتح باب تبرعات العينية، وقررنا التبرع بوسائل حماية لزملائنا. نحن يعني مجرد رسالة تعبير وتضامن. الحقيقة يعني مهما فعلنا نحن مجرد يعني أفعلنا مجرد تضامن محدود، فيظل مجرد رسالة تقول على الأقل نحن معكم، نشعر بكم، عاجزون عن فعل أكثر من ذلك، ولكن نتمنى أن تصل رسالتنا إليكم. هل من الممكن أن تدعو النقابة، ويمكن تكونوا بالفعل بدأتوا تاخدوا خطوات في ده، لكن هل من الممكن أن تدعو النقابة المراسلين التلفزيونيين والمراسلين الصحفيين للمكاتب والتلفزيونات الأجنبية والصحافة الأجنبية اللي موجودة في مصر لعرض أمامهم مجموعة من صور تجسد جرائم الاحتلال؟ احنا اصلا بدأنا ده من امبارح، احنا كنا عاملين مؤتمر صحفي كبير باستعراضنا في جرائم الإعلام الغربي بشكل عام، اللي هو ضيق وزور انتهك، وايضا عرضنا عدد كبير من المشاهد الانتهاكات. الان المشاهد اكثر قوه واكثر تعبيرا عما يجري، وده جزء من خطط سنستمر فيه. يعني لن نتوقف عن القيام بهذا دورنا، وسنظل احنا لدينا لجنه لتوثيق جرائم الحرب ولجنه لتوثيق جرائم الاحتلال الصهيوني، وهذه اللجنه اصدرت تقريرها اول وستصدر تقريرا اسبوعيا حول هذه الجريمه، حول جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. كل التحية لنقابة الصحفيين المصريين، وكل التحيات يا خالد، ألف 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 شكر، وربنا يوفقكم بإذن الله في إظهار الحقيقة دائما. تبقى نقابة الصحفيين المصرية واحدة من أبرز وأهم قلاع الحرية اللي موجودة في مصر وفي المنطقة العربية. ها هي نقابة الصحفيين المصريين تخاطب اتحاد الصحفيين العرب والنقابات الصحفية والاتحادات الصحفية المصرية والأوروبية والأمريكية وما إلى ذلك لعرض ما يحدث. ها هي نقابة الصحفيين المصرية تدعو المراسلين الأجانب، سواء إذا كانوا مكاتب صحفية أو مكاتب تلفزيونية، لعرض جرائم الاحتلال من ناحية، ولعرض الجرم الصحفي اللي عمله الإعلام الغربي في التعتيم وقلب الحقائق فيما يحدث على أراضي غزة الفلسطينية.